لم يأتي الجواب عليها، وهي قوله: هل إذا هنؤونا بالعيد نهنئهم بأعيادهم؟ نقول: لا، لا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم، لأن هذا إقرار لها، إقرار لها، وهي أعياد كفرية، فلا يجوز للمسلم أن يهنئ الكفار بأعيادهم، ولا أن يعينهم، ولا أن يعطيهم مكان يقيمون فيه العيد، ولا أن يتبرع لهم بمال يقيمون بأعيادهم، فلا يساعدهم ولا يهنئهم في أعيادهم، لأنها أعياد كفر. نعم.